يقول ابن البلد يعني المهلهل: انا والكحك معمول لي قضية، بفضل الله طلع كحك السنة دي بدون احزان او حادثة رضية، فلا الطحان حط لنا النخالة، ولا السمان باع السمن ليا، ولا الفران للعجنة حرقها، ولا منها اتسرق حتى وقية، 30 صاج من صنف النواعم تكفي للسنة السودة اللي جاية، وفاح البيت من شمخة عظيمة على الصايمين والفطرين هنية، شوية قالوا جيانا الهدايا من الجيران داخلة بالصينية، صينية خالتكم أحمد حنيفة وصحن الست أسمى الفهلوية، وأنجر من طرف بدرية هانم مغطي بالقطيفة العمانية، وفي الجيران مكاره عجوزة دي أهدت كعكها كله إلي، وخشت بيه في طشة الغسيل وقالت: هدية والنبي إبر الهدية، ومن أهداك ولو بالخبز يابس ترد المثل وزيادة شوية، 30 صاج من الكحك المكلف يباتوا في بيوت الحتوجية، ويفضل كحكهم قدام عينيا مشكل زي صدقات التقية، حنيفة كحكها معجون بديزل سنخته للسماوات العلية، وفاطمة كعكها اسود منقرش يبان للعين افاعي ملتوية، واما كعك خالتنا العجوزة تروح بيه القرافة مستحية، انا نادر اذا خلاني ربي ونجى الناس من نيبة قوية، لأعجن كحك من ردة فراخنا وحط عليه شطة مغربية، ومن اهدى الينا او رزانا نجازي عالرزية بالرزية.